بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الصومالي ماشي جوك تبا كو قرب الجوق كو دلك الجوق. وحان مانتا ان فرصد اهلنا انان كهضلنا جامعة عربتا دوركي كل هذا اما الصوماليا دوركي كل هذا جامعة عربتا ايو محيط هاي جامعة عربتا دتك انا يمتقان الصومالي دا عربنا انا اقيحنا وحي نوقبت ايو وحي نوقبان دونتو ايو وحي كفشل انتبه بركا هرتا ايضا جامعة عربت وحال اساس كون اساقال بغول افرتن ايشانتي لباتن ايلا مارسو مركي بشاهد وحانا لغو اساسي دلك مصر اي هدا ايضا متقانا مقر كيدا اما فرد كيدا اوي هاي قاهرة برايم منستر كي نحاس للهجري او مصر يا دور كقاتي انو متقانا جامعة عربتا مركاسيتو لها جاجيو اما لا احساسو تاسن وحي كي امات مركي الدقال كي لباد او الدوني دا كردعي جرمان كي ايو متقانا او مدح وها قولدان كاري ايو مريكان كي انجريس كي ايو وحي لجري مركي بربر كردعي طبعا كهر وحان قبي جرني إسلام وحوها دولة لسن أو لديه جري الخليفة خليفة المسلمين يعني أيام مدحوها الدولة العثمانية مركز دقالك مركو دعي سين نقطة بقاها تي بربر كيار دعي دولة عصب باصوب بحين أو متقانا مركز سيتا الأساسي مركز الأساسي جامعة عربتا وحا هدا ما انت وحاك حبنك ألا بي لباتن دولة صوماليا وحي كسوف بيرتل لحي تبانكي فبرايو كون يساو البقل إيه تدباتن يافر أكسوف بيرنا محومو علان كاينا وحا تاقي وزير كاريما دبدا عمر عرتقالب كون إيه لحي تبان بش لحي تبان كاد فورتين كي وحا انقلني جامعة عربتا لحي تبان وزير كاريما دبدا الله ونحرستي عمر عرتقالب أيا علان كسوماليا كسوري جامعة عربت إنا متكنقون وناس أنا سلط داونا والتاريخ متقعنا وأنا عن دور كان كقاضن إيو وحسن كلام لكن بالخطبة نيت كلمة دو كجيدي جامعة عربت إلى الدعوة مرحبا بجمهورية الصومال الديمقراطية رئيسا وحكومة وشعبا التي تؤكد بانضمامها للجامعة ودولها الأعضاء متصلة بالتاريخ العربي الإسلامي وحضارته العالمية. ولقد كان مفترضا أن يتم هذا الانضمام منذ وقت طويل تحقيقا لرغبات شعبنا الذي ظل ينادي بها. اقتفاء بانضمامنا إلى الجامعة بالنيابة عن إخواننا المندوبين وعن البلدان الشقيقة التي يمثلونها. marka waxaan isla daawanay clipkii oo uu soo gudbiyay engineer-kaana Maxamed Maali oo aad fiirsateen calanka Soomaalida meesha laga suray oo lagu aan mad ka noqonay mataqaana jaamacadda Carabta inaan xibin ka noqono laakiin su'aal anagu Soomaali hadaanay
وحان كفائدني جامعة عربته أما وحاي متقانا قضبة أي متقانا سكراعين وأنا جانا كمد أهين أي وحاي نغطي وحاي نغطي لباتو أنغو أن قلني هدا أن كجرنو محيك قبتين رون أهانتي أنيو صومالي أهان وحيالة بدان عن فرق لي أما جامعة العرب تان عن دحق لي أما وحان هاقف كشقي دولة العرب تا حقا مدتشينة دا أما حقا عافماتك تخترنا وحان وهانين اللي يغيني وبقرها لكن مركان كسو هذا القاضي هدا ديسكشن كي أما محاس صومالي اللغة وانا هورتا قرقار ويكينا أنا إلهي وكروني هاي متقانا individual أهان شخصي أهان waxay noo keenaan mataqaan raashin iyo saliid iyo oo miidida laga soo siiday laakiin anaga waxa way waxaan sayxnay anaga ee Soomaali ahaan hadii waxa qodobku waxa ku qoran hadii lagu soo duulo dowlad kamid ah ama xibin ka ah jaamacadda carabta lagu soo duulo ama dhibaato qabsato inay jaamacadda carabta la wareegto oo mataqaan gacan siiso wallahi waa ka xumaay taas anaga wali kama arkin jaamacadda carabta dalil la yimaa tooda haysta ayaga naftooda marka waxa dhacday markii dambe aan ma taqaana horta waxa ka kooban yihiin ayaga mugta Aasiya Afriqiya jaamacadda carabta haddii ma qashin jaamac carab islaan laga ma hadlaa marka jaamacadda carabta waxa ku jirta dad gaala ah oo ma taqaana oo kristaan ah waa ku jiraan dowladaha qaar kooda sidii Lebanon iyo marka waxay asaaseen waxa la dhahay qoomiyada carabiga yani sutaga jaamacada carabta waxay noqotay ina kasto la weeciyo xagga dhinaca oo alqoomiyada oo ma taqaana barke waxa ku jira gaalo oo caraba marka markay weeciyeen oo ay waaba ogol lahayd taas waaba weeciyeen laakiin waxa noqotay dana xisaab bay sameeyeen jaamacada carabta dowladaha عراق سوريا خفلة جنك اللي هي جري أو متقانا وحو سمي حزب البعث وحو سمي سوريا إيو عراق مركا أحزاب بدنا أرتي مركا وحاد عذين كستوا متقان دولة كستوا يعني لين عيد كارد لكن واحد بيكون في عناين دقال كي 67 كرد عي لحدا يتضبط ذي كرد عي يهود إيو جامعة عربت واسو تجين annagu military badanaan dirno naga dhamaaday marka taas waxay toostay inaan isku toosanahay marka waxaan noqonay dad ma taqaana jaamacad carabta daanahay inaan isku toosanahay laakiin 4.1 milyan oo square ay jaamacadda carabta ku fadhida iqtisaadka adduunyadana waxa waaye aad bay خاصة قردن خليجك لكن وحا أن كهل اللي كرا وحا وي محا أنا كفا أنا قررت دقال كي أو عراق لقلاي مركي بربر دعين إلكشن كأما دورة شدي دولد الصومالية كبيرتي لنا القريد دا أو عراق مركي تاس حتى أنا قاين مقلين كو تنلباد مركي دقال دعو أما كدعا مشكلة دعضو وحان هانجرنا أنا قددتك ووهو الرئيو متقانا gargaar haddii noqoto iyo military ahaan ama dowladaha ayna ka qayb gali jireen laakiin hadda marka burbur ka dhacay oo tii ilaahay noo imaatay oo anaga aan burbur galnay wax ma taqaana aan taabsan karno xagga dowladaha ma ka arkin laakiin hadda aniga markaan aan farageliyay Soomaali ahaan aan farageliyay waxaan maqlay hadda inay soo wadaan waxa la dhahay kubcinta iyo iskaashiga inay sameeyeen union sutag oo ay rabaan Soomaaliya inay hadda ka furaan sanadkii hore inay ka furaan ahayd waa dibbay u dhaceen iyo inay bangi sameeyaan oo bangi ku khusuusay dadkan ay tala dhahayo kubcinta horumarinta xagga dhaqaalaha marka madax way u sameeyaan oo la dhahayaan in Dr. Fawaz Ashiri oo Saudi ah marka taasaan fireynaa insha allah inay tixgeliyaan haddaan ilaahay yiraahdo laakiin xagga oo ma taqaana
عدان سو وصو نقدو حق متقانا كهارت كرنسي اما لعيها استعمالان دولة عربت الدواء دكتا دولة عربت وحا اكتين وحا استعمالان دينار فرانك جنيه وحلقنا هاي ريال يعني انك شرين بان هاي شرين كان استعمالنا مركز شرين كان يا ربنا هدا انان الهي دو عمريان ديريو والدولة داينا او قوقامنا مدحوين محمد عبد الله فرماجو يو وزير برايم منستر كيسا إن الناس يعيل عن شيلين كاينة وان كا عن أما تقانا عن سوعي جامعة عربتنا يعني تاس نقول كالميان مركا هدي أن أصلا نقول حق التعليم تا تعليم تورتا هدي هاد بيو متقانا قاتين قيب تاس مكتاي وعدعدي الأزهر جامعة دا أو متقن أزهرك وحين سين جرتي بورسوين سكولرشيب مركا وحين نوصل درين مركو عبد الناصر نولا هذيك لحدا نكون أو معلن أي نوصل درين سومالي وصل درين هدنا الدا أرضي دي هان جرتي لوير رؤي هدى ومانتوا لوير رؤي دكتورة لكن علمي وحقوقاتين وحاجري جري سكندري سكول اللي هجري الله ومقدشة كتالو إيو ثانوية عبد الناصر أو كسمايو إيو ثانوية البدن يعني سكول كسران كالله أي سمايين يعني مصر نوا قعن وين نغسيسي وآه حق تعليمت أنا قانا ومركاس ما لها سيتو ما واقع سيتو أردي دا أنا ماشي كبرتي وحاس أي برين ما أنتو حيين لوير روحيين حقان كدولد دقار كودو وكجران تاس وانا على شيء لكن هدان دبو صول لابتا حقا بربر كاينا نجا وحان جعلها السنة انا متقانا نقرب استاغان و الهي وكورونا الدولة دا عربتا انا نقرب ايه التوضع حيستا دقالي كجران وادو جيدين سوريا وحاكر دعايا وكو جيدين عراق وحاكر دعايا مركا مركز تبا انا الباب كودا انقرعنا وحان اركينا مشكلة با كفرنا ما بلايا كفرنا مركا annagu hadaan nahay dawlad Soomaaliyeed iyo shacab Soomaali annagu waxaan nahay dad mataqaana oo aad iyo aad islaan ah oo aad iyo aadna isku duuban ani ma sheegay dagaalka dhaxda inay qabiil qabiil laakiin markii loo imaado dawlad ahaan ama dawladda hadda insha Allah madaxweena waxaan ka codsanayaa inuu meeshii aan leen sidii calankii loo saaray aad u jeedeen عمر عرت قالب أننا علن كائن واسارين هاي جامعة عربتا أوروكا أفريقيا وكجرنا ما قرت مركا ما نيري سرين مركا جامعة عربتا وحواي الكل كفر ده بلر كده وحواي تن أفراد تشاينا إيه إنديا إيه أوروبا وحكو حلا جامعة عربتا معناه حق أو الكل كفر ده يعني خيرات كي مركا وحنربي إنان متقانا عن كستو وحير كهذا حق متقان جامعة عربتا وحان أمالينا إنان وحيالة بدن عن كهذا اللي كرنو وهذا أنك سوكو بكرين وقتي كان يرى أن متقان تلفزيون كنسيي لكن مستقبل كوان كهذا لينا إن شاء الله تعالى أنه وحان هاي دولة صوماليا شعب صومالي غرني الأفريقي وقيسك أفريكا مهم حان قلنا حق انترناشنالك يعني انا ماشا الهي نسي دولكم نسي وهاي دول استراتيجيا وننكس تبا متقانا نقرر هذين ايو انان متقانا اما بيس احاتو اما حقا متقانا دخالة هان قفك وحيد هان كل خير له قبوة يعني فرس كستبا مربوط رنتور هذا الدان صحو فرس كستبا مر أمبو ترنترو ذا مر كأننا وحاوي فرس كأنا واترنترو ذا وانا كصوبحنا إن شاء الله وانا صون قلنا سيدي هوري كفي عن الشعب الصومالي الدولة الصومالية وحان وهم بلينا يا ما أنت وحان ماشان شان جوجنو لبكي عن صومرني وصومرني وان وانا لونا قبيل قبيل إن كبحنا وان كنا قلنا مالك استبا ان كم مغنو هدين نقطة جامعة عربتا هدين نقطة أفريكا هدين نقطة جيسك أفريكا هدين نقطة الدنيا وين هوردن إن المتقانا أن كم مغنو
ayaan jeclahay insha allahu tacaala. Gabagabadii waxaan salaamayaa jamhuuridda Soomaaliya oo madax u yahay maxamed cabdalla farmaajo iyo prime ministerkiisa. Waxaan salaamayaa Soomaaliya dhan meeshay joogto, miyi iyo magaalaba, qurba joog meeshay joogaan. Ani waxaan rabi inaan xoogaa yar sii kooban aan mataqaana warbixin yar ka siiyo Soomaalida jaamacadda carabta. Barnaamij weynna waaye, laakiin waan ka wada hadli doonaa insha allah mustaqbalka. Mahad leh Kalsan TV iyo madaxdeeda oo fursadda na siiyey saan mataqaana aan aqoonsi ahaan aan mataqaana shacabka Soomaaliya aan usoo jeedino waxay jaamacadda carabta ku saabsan xaggeeda iyo waxay tahay, iyo calankayna waa ka muuqdo ujeediin. Calan saarkii oo markii la saarayna waad aragteen clipkii, doorkan ka qaadanana dagaaladii dhacaba waa garab taagnin jaamacadda carabta. Codkaynana wuxuu ahaa cod muuqdo. waxaan rajaynaa ilaahay inuu nagu soo celiyo meesha. Khitaaman dhammaadkiina waxaan mahad ucelinahay Kalsan TV iyo madaxdiisa iyo Maxamed Maali oo xagga farsamada naga caawinay, iyo gabagabadii assalaamu calaykum meeshaad joogtiinba. ilaahay hana dhaafa, Soomaaliya ha noolaato.